موجود الآن في هذا الورشة ديال الدورة 44 ديال الموسم الثقافي الدولي ديال الأصيلة، في ورشة في قسم الحفر. الحفر يعني لا غافيو نو. قسم الحرف عندنا تقريبا يعني واحد اكثر من 15 يعني مشارك في هذه الورشه. وكان لوبجيكتيف ديال هذه الورشه هو يعني نستعملوا مواد غير توكسيكا، مثل السلفات دو كويفر بالملح، وكنقوموا يعني بواحد النوع ديال الريسيكلاج ديال المواد ديال الريسيكلاج ديال دي بلاك ديال الاوفسيت ديال المطبعه. ما كنخدموا عليها كنرجعوا يعني تحف يعني تحف يعني فنيه في داخل. هو هذه الورشه كترتكز على الفن التجريبي. احنا نقوموا بتجارب كثيره، وفي الواقع ان كل الفنانين يعني وجدوا انفسهم يعني مع هذه التقنيه الجديده يعني حرين في الابداع وحرين في التركيب وحرين في العمل. اول حاجه كنشكر المنتدى اللي تاح لي الفرصه باش نشارك في ورشه الحفر مع الاساتذه ومجموعه من الفنانين اللي من المغرب وخارج المغرب. بالنسبه لي لهذه المشاركه كانت مهمه، لان كل فنان عنده واحد الباجاج ولا عنده واحد عده تقنيات، وكنحاولوا نعملوا واحد العمل لكل فنان عنده واحد الرسم ولا واحد الصيغه. وكان الاستاذ سعيد المساري هو اللي كيأطر الورشه، وكنحاولوا نستعملوا مواد لإيكولوجي اللي كتخلي الفنان يخدم بواحد الراحه وبواحد زمن بالاريحيه. وكل فنان كيحاول يعمل واحد اللوحه بتقنيات الحفر. تشكيلي هذه ماشي المره الاولى اللي جيت ازايله، ولكن هذه المره الاولى اللي ما نعمل ورشه الصباغه. مزيان، انا فرحان مع الناس وتا هما فرحانين بينا، وتلاقينا بزاف فنانة، وكان داك الشيء مزيان مزيان مزيان. انا فرحان. واحد بيرسوناج شخصية جديدة اللي جات تصداف للشخصيات اللي هما في الأعمال ديالي، دي شخصية جديدة. إذا شخصية جديدة هي بحال اللي كاين شي قصة تما. سيد مرة ديالو دخلت مع الطلا كانت مقصرة وزادت واحد كاس آخر، وجا هو بغى يقول شي حاجة، قالت له أنا الدراري كبروا نعمل اللي بغيت نحقق وصافي. تقريبا هذه غير واحد القصة زعما. الان تنتواجدوا بمحترف الطباعه الفنيه. كاين عندنا ورشه ديال الحفر مع الفنان سعيد المساري، و تيشتغل دابا مع واحد المجموعه ديال الفنانه اللي اول خطره تجربوا في مجال الحفر. دونك كاين واحد المشروع اللي غادي يقدموه في اخر اخر المحترف او الوركشوب. وعندنا محترف ديال الطباعه الحجريه اللي افتتحناه العام اللي فات، وتنشتغل انا والاستاذ علي الفنان السوري. دابا كاين واحد التجربه جديده تنحاولوا نمزجوا بين الحافر وبين الطباعه الحجريه، عندي من جهه. من جهه اخرى عندنا ثلاثه الفنانه اللي تنأطروهم في الطباعه الحجريه، وعادي يكون واحد العمل، غادي ننجو واحد البورتفوليو باش نقدموه.